السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حق شباب صلاتكم بتم الصحة والعافية. واليوم جيب لكم أكثر 10 قتالات أسطورية انتهت بطريقة غير عادلة. طبعا الفكرة هذه أعطاني أحد متابعين الرهيبين في الإنستغرام، فيا جماعة اللي عنده فكرة رهيبة يكتبها تحت بالتعليقات أو يكلمني في تويتر أو في الإنستغرام. وبشكل سريع يا جماعة، البعض سألني إنه ليش ما سويت فيديو خاص بمناسبة 500,000 مشترك. طبعا عشان اكون صريح معاكم، كان في بالي فكرة رهيبة جدا بس ما لقيت لها وقت اني اسويها، وتخلت كثير يعني حرفيا كثير عليها، فخلاص يعني ما ينفع اني انزلها الحين. ولكن كل اللي اقدر اقوله هو شكرا لكم الصراحة يا جماعة على الدعم الرهيب صراحة، يعني دائما تصطموني بدعمكم مع اني مقصر بحقكم بس انتو ما تقصرون ابدا، فشكرا مرة اخرى لكم الصراحة يعني على الدعم الخرافي. فعموما الترتيب عشوائي لانه ما فرقت الصراحة، كل القتالات اللي بذكرها كلها انتهت بطريقة غير عادلة. واول قتال عندنا في هذا الفيديو هو قتال ناروتو وساسكي ضد مادارا. يعني انا من وين ابدأ يا جماعة؟ هذه يمكن اكثر نهاية قتال قهرتني من بين كل القتالات اللي شفتها في عالم الانمي. يا رجل مش ممكن يعني شخص اسطوري نفس اوتشيها مادارا يموت بغدرة. لا، ومن مين؟ من زيتسو الاسود. يعني من بين كل شخصيات عالم ناروتو ما لقوا غير زيتسو الاسود عشان ينهي مادارا. هي اصلا عيني عينك بانه ان هذا تصريفه من الكاتب، لانه مثل ما قلت من قبل ان الكاتب ما عرف ينهي مادارا بعد ما بالغ بقوته، والكاتب صرح بالشيء هذا. يعني مو قاعد الف المعلومه هذه من راسي يا جماعه. البعض ممكن يقول ناروتو ساسكي اقوى وكان بامكانهم انه ينهوه بكل سهوله. لو هالكلام صحيح وناروتو ساسكي كانوا بالفعل اقوى من مادارا وقتها، كان الكاتب كالعادة بيخلي ناروتو ساسكي يفوزوا وينهوا على مادارا. بس الكاتب يعرف بأنه بالغ بشكل مجنون بقوة مادارا، لدرجة أنه ناروتو ساسكي ما يقدرون ينافسوه حتى لو كانوا مجتمعين. لذلك أقرب طريقة للواقع هي أنه يموت بغدرة. وثاني قتال عندنا في هذا الفيديو هو قتال برولي ضد جوكو. أوكي، يعني عشان تكونون بالصورة، انا سألت كم شخص من المتابعين دراغون بول عشان اتأكد يعني هل انا الوحيد اللي شوف نهاية هالقتال غير عادلة ولا لا. وبالفعل البعض اتفق معاي ان هالقتال بالتحديد كانت نتيجته غير عادلة. ليش؟ لانه بكل بساطة كيف جوكو يهزم الساين الاسطوري؟ طبعا اللي ما تابعوا الانمي، ترى لما انا قلت انه اسطوري مش يعني اني انا قاعد امدحه، لا، هو بالفعل ينادوه سوبر ساين الاسطوري وقوته خيالية. فكيف جوكو قدر يهزمه؟ لا تسألني. وثالث قتال عندنا في هذا الفيديو هو قتال ميريوم ضد نيترو. اوكي، انا ما راح اتكلم عن نتيجة القتال لانه لازمها قاعدة هذه صراحة، يعني لازمها حلقة خاصة فيها. فخلونا نحط النتيجة على الجانب ونتكلم عن القتال نفسه. ابدا ابدا ما كان في اي عدل في هذا القتال. طيب خلونا نتكلم من جهة نيترو. نيترو كان يقاتل بأقصى ما عنده من القوة، حلو؟ المشكلة مو هنا، المشكلة في ميريوم. طول الوقت كان يدافع، ما كان يسوي أي شيء، يعني ما كان يقاتل بأقوى ما عنده، وهذا اللي قلل من متعة القتال وما خلى القتال عادل. أنا أدري إنه لو ميريوم طلع قوته الكاملة في البداية كانت المعركة بتنتهي بسرعة، بس على الأقل يعني يهجم، يسوي شيء، يتحرك. ورابع قتال عندنا إياه في هذا الفيديو هو قتال زارك ضد إيتشيغو. يا جماعة، أغلب قتالات بليت نهايتها غير منطقية. يعني دائما أشوف إن إيتشيغو يفوز، يعني مش ممكن. وإذا خسر يرجع يدرب يومين ويرجع هو أقوى بألف مرة ويفوز. يعني أي يومين يعني يا رجل، مرات وهو في نص القتال يصير أسطوري، وهالشي صار كثير. يعني مش منطق أبدا. وهذا من أحد الأسباب اللي يقلل من متعتي في أنمي بليت، لأن يعني سرعة تطور قوة إيتشيغو شيء مجنون. لا حد يفهمني غلط يا جماعة، في إيجابيات كثيرة في أنمي يعني بليت، بس إيتشيغو يعني مخرب الموضوع. وأنا اخترت قتال زاركي بالتحديد لأنه إيتشيغو يعني انقلب من شخص مهزوم ومسدوح في الأرض وما يقدر يتحرك إلى شخص يقدر يدعس على زاركي بلمح البصر. فيب يعني أكثر أنمي نهاية قتالاته غير عادلة هو أنمي بليت. أوكي، بما إن إحنا ذكرنا 4 قتالات من 4 أنميات أسطورية، فأكيد ما راح ننسى نذكر قتال اللحية البيضاء ضد تيج من أنمي ون بيس. طبعا ما أتوقع نحتاج أن نتكلم وأفسر لكم ليش القتال هذا نهايته غير عادلة أبدا، لأن كلكم تعرفون السبب. كيف تيج قدر يهزم أحد اليونكو اللي هو اللحية البيضاء؟
لا واخذ قدرته بعد، يعني هذا زودها صراحة. هو لو جينا بالمنطق تيتش ما يعتبر هزم اللحية البيضاء، لانه بس ضربه كم ضربة خفيفة للحية البيضاء. بعدها جو اصحاب تيتش وانهوا اللحية، ووصل اللحية البيضاء كان يعني اوريدي يعني حالته حالة. بس القهر يوم تيتش اخذ فاكهة اللحية هنا الكل انجلط. وبالمرة بعضكم اقترح لي يعني في تويتر ان القتال هذا يعني لازم ينحط في الفيديو، فليش لا؟ وبالقتال السادس في هذا الفيديو هو تودوروكي ضد باكوكو. اخ على هالقتال، ابدا ما توقعت انه تودوروكي راح يسهبل ويخلي باكوكو يفوز عليه بهالطريقة. انا متأكد انه لو انه القتال صار كاملا كان بيكون شيء جدا خرافي، ممكن يكون امتع من قتال ميدوريا ضد تودوروكي حتى. بس لا، فجأة تودوروكي قرر انه يخلي نفسه مسكين ويتأثر بمشاعره ويعطي الفوز الغير عادل الى باكوكو. يا رجل يعني حتى باكوكو، يعني تخيلوا معي حتى باكوكو كان معصب من الفوز وما كان يريد يفوز بالطريقة هذه. أشياء نفس هذه ترفع ضغط الصراحة وتكرهني بشيء اسمه انمي. يا تحطوا القتال كامل وتخططوا له وضبطوه بطريقة حلوة، يا لا تخربوا القصة ولا تحطوا القتال من البداية اساسا، الموضوع مش صعب لهالدرجة يعني. بس لا، لازم تفلسف ويحطوا نهاية غير عادلة. بالقتال السابع عندنا في هذا الفيديو هو قتال ساسوري ضد ساكورا. من وين ابدا؟ قولوا لي، اتكلم عن القتال ولا اتكلم عن نهايه القتال ولا اتكلم عن الشخصيه اللي ما منها اي فايده اللي فازت على ساسوري ولا عن ايش بالضبط؟ يا جماعه ارحموا عقولنا، كيف ساكورا والجده تشيو يهزمون عضو من الاكاتسكي، يعني حطوا من قوسين اكاتسكي وشخص جلاد يعني ما هو اي شخص، نهايته يتهزم من ساكورا وتشيو. يعني انا كان ممكن ان اسالك الموضوع لو ساسوري تهزم من اورتشيمارو ولا كاكاشي ولا حتى غارا، بس تقول لي ساكورا؟ هنا اقول لك وقف. ابدا نهايه القتال ما كانت عادله، وهذا ما هو القتال الوحيد اللي بينمي ناروتو اللي نهايته مش عادله. في كم قتال ثاني بس نهايته تجلط الواحد موجود بالانمي. لو تريدون اسوي فيديو خاص عن هالموضوع بس لانمي ناروتو فخبروني في التعليقات. وبالقتال الثامن عندنا قتال اكامي ضد استيث من انمي اكامي جاكل. اوكي، في النقطة هذه انا ما راح اطول فيها لانه للي شافوا الانمي يعرفون عن ايش انا اتكلم بوضوح. كيف، وحط من قوسين، كيف اكامي قدرت تهزم استيث؟ يا رجل استيث قوية بشكل ما تتصورونه، هزمت كل شخص وقف قدامها، مو هزيمة بس لا تقتلهم، فهنا صدمة. هو صح المفروض انه يكون في شخص ينهي اسدف، بس الكاتب برضو بالغ بقوته، فالحل الوحيد عشان ينهون شخصية مبالغ بقوته هي انهم يجيبون شخصية جديدة اقوى منها. بس لا، فجأة قرروا انه اكامي تقتلها وتفوز عليها. والقتال قبل الاخير عندنا في هذا الفيديو هو قتال لوفي ضد انل. طبعا الكثير يتفق معاي بانه قتال لوفي ضد انل نهايته ممكن أسوأ نهاية ممكن تشوفها في أي قتال في ون بيس. إيش هذا يا عمي؟ أنا صراحة كنت متوقع شيء كبير لما لوفي تلاقى مع أنل، بس يعني صدمت لما شفت اللي صار. يعني أنتوا تخيلوا معاي، كل هجمات أنل ما أثرت على لوفي، ليش؟ لأنه لوفي مطاط. يعني إيش الترقيع المستحيل هذه؟ والنهاية شيء يعني مستحيل أحد يتوقعه. يعني تخيل لوفي ينهي أنل بدون ما يستعمل جير ولا بدون ما يستعمل أي شيء. يعني رحموني يا جماعة. واخر قتال عندنا في هذا الفيديو هو قتال راث ضد جريد الاول من انمي فول ميتال الكيميست براذرهود. طبعا انا اتكلم عن قتالهم الاول، جريد حرفيا ما سوى اي شيء. صح في قتالهم الاخير صار فيه شوية جلد، بس برضو قتالهم الاول كان عبارة عن معركة من طرف واحد. جريد ما سوى اي شيء، فبالتالي اكيد نهاية القتال بتكون غبية جدا. وبس حصل نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، اذكروا ارائكم ومقترحاتكم تحت بالتعليقات، واراكم في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.